حميد المداوي متابع بجنحة حاضر المحكمة، تقدم بدفوع شكلية طلب دفاع المتهمين الذين هم غائبون المتابعون بجناية وجنح الذين امتنعوا من الحضور عن إرادة حرة معتبرة وعبروا عن ذلك. أنا ما نحضروش المحاكمة، طلب إعطاء الكلمة. هناك أنا شخصيا لو دي القانون ليس لا يسعف، المتهمين فيهم جوج، في المتابع بجناية والمتابع بجناح. إلى جنا القواعد العامة 311 الأصل أن يحضر المتهم شخصيا ما لم تعفيه المحكمة من الحضور بها طلب، نقصد يتقدم بطلب وتعفي المحكمة من الحضور ويكون الحكم مثابة حضوري. هذه الجناح المرتبطة، إن الجناح فيها الحضورية والغيابي مثابة حضوري. فلا حضر أو ما طلبش وتخلف راه غيابي، خصو يطلب أو ما طلب حسب الأحوال، خصو يطلب محكمة تقبل. هذه حالة في الجنايات اللي هو في حالة صراح، إما غادي يستدعي يحضر، وإلا ما حضرش كيقول الفصل يعتبر عاصي للقانون، وكيقول الفصل بمسطرة غيابية 443 كتعطي الكلمة للدفاع الطرف المدني إن وجد والنيابة العامة وبدون حضور المحامي. المتهم إنه غايب، علاش؟ إن هذا الشخص إلا قبطوه من بعد راه يطلعوك تعاود المناقشة من جديد. فهمك شكون عنده محامي الآن محامي دابا كل مرة وما يحضرش، وإلا غتكون واحد القاعدة عندنا كنشجعوا المتهمين عدم الحضور. ما تحضرش وخليهم يحكموا باش بغاو، عاد اجي انت من جديد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.